المشكلة عندي مش إنك تروح تشتري مخدرات وتبدأ تتعاطاها، المشكلة الأكبر إن يكون معاك موبايل وتبدأ تشغل عليه لعبة وتندمج فيها، بل تضيع من عمرك كتير وإنت مش واخد بالك. السلام عليكم ورحمة الله، أنا عمرو سالم وإنت بتتفرج على برنامج الكيم. الإدمان فعلا هو مشكلة كل العصور ومشكلة كل الشعوب، مفيش شعب في الدنيا غير لما بيعاني من مشكلة الإدمان، والمشكلة الحقيقية اللي بتضيع العمر بتاعنا هي فعلا الإدمان. طب يا ترى بعد الكلام الكتير ده كله، هل أنت عارف معنى الإدمان؟ ولو أنت عارف معنى الإدمان، هل أنت فعلا مدمن ولا لأ؟ أحب أبشرك إن آخر دراسة اتعملت من جامعة هارفارد بدأت تثبت إن من كل 3 أشخاص في واحد مدمن. اذا لو انت عند سيادتك 3 اشخاص، اعرف ان انت واحد من المدمنين دول، او اعرف ان انت المدمن اللي هما بيتكلموا عنه. طب حلو، في اللغة العربية بتاعتنا يعني ايه كلمة ادمان؟ عموما كلمة ادمان دي يعني عادة، يعني سيادتك متعود على فعل حاجة معينة او تعاطي مادة معينة. طيب ايه هي مراحل الادمان اللي انا ممكن امر بيها، او ايه هي تعريف كلمة الادمان عموما؟ طيب الاول، مراحل الادمان 3 مراحل. بتبدأ بتجربة، تبدأ سيادتك في الأول تجرب حاجة تعجبك، تعيدها تاني وتالت ورابع وخامس، لحد ما تبدأ تتعود عليها وتبدأ موجودة في السجلات النشاط بتاع يومك، أو موجودة في السجلات الأسبوعية بتاع سيادتك. طيب جميل قوي. تاني مرحلة بعد التجربة، خلاص عادة، أصبحت جزء معين من حياتك أنت ما تقدرش تتخلى عنه، وخلاص طالما بدأت تبقى عادة عند سيادتك، أنت رابط السعادة بتاعتك بالحاجة دي أو بالفعل أو بالتعاطي المادة دي. جميل قوي. طب بعد دلوقتي ما عرفنا إن في مرحلة التجربة ومرحلة العادة، بتخش في أصعب مرحلة من مراحل الإدمان، وهي مرحلة الاحتراق. في مرحلة الاحتراق دي بيبقى صعب الإنسان يخرج منها ويرجع يبقى شخص طبيعي تاني. أنت ممكن تتعالج، ممكن تتعالج من الإدمان دي، ما فيش خلاف عليها، بس صعب إن أنت ترجع تبقى شخص طبيعي تاني. طب حلو، يعني ايه بقى مفهوم الادمان، وايه هي الادمان، وايه هي انواع الادمان اللي موجوده؟ اولا مفهوم الادمان ده يعني انت سيادتك بتبدا تتعود على حاجه معينه او بتتعاطى ماده معينه وتستمر عليها وما بتفصلش ابدا. جميل. طيب ايه هي انواع الادمان اللي موجوده؟ انواع الادمان سيادتك دي عباره عن ايه؟ اما ادمان تقليدي او ادمان حديث اسمه ادمان الكتروني. خلينا في الادمان التقليدي اللي كل الناس عارفاه. الادمان التقليدي ده عباره عن تعاطي المخدرات، واستحاله تفصل عنها، وبتفصل بصعوبه جدا، او بتبدا تلجا للمصحات، اللي هو احنا بنبقى شايفين ان الكلام ده عيب، فبنستمر في عمليه الادمان وما بنروحش ان احنا نتعالج. جميل. طيب ايه هو بقى الادمان الالكتروني؟ سيادتك الادمان الالكتروني ده قديم جدا، وطبعا احنا لو متخيلين ان الادمان الالكتروني عباره عن ادمان الموبايل او الفيس او الواتس او اليوتيوب او الحاجات دي، فانت غلطان. الادمان الالكتروني ده حبيب قلبي ممكن يبقى برامج، وممكن يبقى العاب، وممكن يبقى نغمات او اغاني. انت متخيل ان في عالم فيزيائي اسمه هنري دوف بدا يعمل حج يعمل الكلام ده من سنه 1940 مثلا، كلام قديم جدا مش كلام حديث. بدأ فعلا، هو عالم فيزيائي، هنري دوف ده عالم فيزيائي، بدأ يعمل نغمات تبدأ تأثر على الدماغ بتاع سيادتك، بيبقى ليها نفس تأثير المخدرات بل أصعب 100 مرة، لأن أنت ما بتقدرش تتخلى عنها. جميل قوي. طيب يا ترى بعد ما عرفنا تعريف الإدمان والمراحل بتاعته، إيه هي الأسباب اللي تخلي الشخص يتحول من شخص عادي لشخص مدمن؟ بعد لما عرفنا تعريف الإدمان والمراحل اللي ممكن تمر بيها علشان تتحول من شخص عادي لشخص مدمن وأنواع الإدمان، أقدر أقول لسيادتك دلوقتي إيه هي الأسباب اللي ممكن تخليك مدمن. رقم 1، الأصدقاء. أثبتت الدراسات فعلا إن 50% من أصحاب السوء بيحولوك من شخص عادي لشخص مدمن، وتقدر تدور على الكلام ده، على فكرة موجود على النت وموجود من مصادر موثوق منها جدا. تاني حاجة، المشاكل الاجتماعية. المشاكل الاجتماعية زي مثلا انفصال الأب والأم، زي مثلا صدمة عاطفية أنت مش مرتب ليها، أو زي حدث مفاجئ مثل الموت مثلا هيحولك لشخص مدمن. مش شرط طبعا الأسباب دي أن تكون كده، بس بتأثر على نسبة كبيرة من الناس. طيب ممكن كمان سبب معين زي سوء المعاملة. سوء المعاملة اللي ممكن الإنسان يلاقيها مثلا في المدرسة أو في البيت أو في المجتمع،
وممكن الحالة المادية بتاعت الإنسان لو هو غني جدا مع الإهمال يبدأ يتحول لشخص مدمن، وممكن الشخص نفسه يكون ذات طابع إدماني وهو مش واخد باله. كل الأسباب اللي احنا قلناها دي بتبدأ تخلي الإنسان في حالة من عدم الرضا عن نفسه، فيبدأ يدور على حاجة تخليه مبسوط فيهرب من الواقع الأليم ده لخيال مزيف عن طريق الإدمان. يا ترى بقى إيه أضرار الإدمان؟ أولا لو الإدمان بيأثر على الشخص بس فده حاجة كويسة، إنما لأ، الإدمان يا حبيب قلبي بيأثر على الشخص والأسرة والمجتمع ككل. طب إيه تأثيره على الشخص؟ أولا تأثيره على الشخص بينقسم لجانبين، الجانب اللي مخصوص أو الجانب الخاص بالصحة فبيتحول لشخص مريض، وإما مرض عقلي أو مرض جسدي. طيب أو هيحولك من شخص غني جدا إلى شخص فقير. طيب إيه تأثيره على الأسرة؟ أنت بتصبح سلبي على الأسرة ومنبوذ من أفراد الأسرة كلها، وبتصبح عالة على الأسرة لأن أنت بتتحول من شخص طبيعي إلى شخص سارق قاتل مجرم، تبدأ تعتدي على كل فرد من أفراد الأسرة، وده لو انت مش تحت تأثير المخدر. انما لو انت تحت تأثير المخدر فانت واصل للحالة من النشوة او حالة من السعادة بتخليك مبسوط وقاعد مستريح وتأثيرك زي الفل. اول لما تأثير المخدر ده يروح انت بتصبح شخص سلبي 100%، وما بيبقاش اي حد متقبلك لا من الأسرة ولا من المجتمع ككل. يا ترى بقى ايه هي طرق الوقاية اللي ممكن نتبعها علشان خاطر نخلي بالنا من اطفالنا او من اولادنا عموما علشان خاطر ما يتحولوش لاشخاص مدمنين واحنا مش واخدين بالنا؟ اولا لازم يبقى في وقاية من البيت، بمعنى ان مش معنى ان سيادتك بتشتغل ومشاكل الحياة خدتك وزحمة الدنيا ولازم اجيب فلوس لاولادي ولازما، لا، انت لازم تبقى رقيب اول على كل سلوكيات اولادك. ومش معنى كده ان انت هتعيشهم في سجن، لا خالص، انت كده عم الحاجة هتبدأ اولا تاخد بالك من كل تصرفاتهم، لان ممكن تصرف معين اولادك ياخدوه انت مش واخد بالك منه يحولهم لاشخاص مدمنين، ودي سهلة جدا. ممكن طريقة النقاش بتاعتك، عايزك تختار الوقت والطريقة المناسبة في النقاش علشان خاطر الشخص او الطفل او ابن سيادتك يتقبل الكلام بتاعك وما يبدأش يهرب منك ويدور على حد ثاني بره الأسرة يهتم بيه، لأنه لو دور بره الأسرة يبقى كده هيلاقي أصدقاء السوء اللي اتكلمنا عنهم في الأسباب 50% من المدمنين بسبب أصحاب السوء، ما تبقاش انت واحد من 50%، الله يبارك لك. بعد كده عايزين مصادر توعية في كل المنازل وكل المدارس بتحذر من أضرار الإدمان. كان معكم عمرو سالم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.